في الاعتكاف في رمضان يحتاج الإنسان لشراء طعام وغيره، فيتصل بالجوال ليحضر له المطعم العشاء وذلك من داخل المسجد، فهل هذا من البيع والشراء المحرم في المسجد؟ إن كان يقول جيب لي عشا بعشرة ريال أو بعشرين ريال أو يتكاسر هو، هذا من البيع والشراء. أما إذا قال جيب لي عشا وبعدين يحاسبه ولا أسأله عن القيمة ما في بأس، هذا من الحاجة. نعم.